وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ما حكم رجل يعد امرأة بالزواج من دون علم أهلها وذلك لعدة سنوات، ولما تقول له كلم أهلي يجد لها عذرا من في كل مرة، ما نصيحتكم لهذه الأخت جزاكم الله خيرا؟ إن الإسلام حمى الأعراض وحفظ الأعراض حفظا عظيما، ومدح المؤمنين ويندرج في ذلك المؤمنات بحفظ فروجهم. فالواجب على المسلمين أن يحفظوا أعراضهم وأعراض غيرهم. وإن من الأمور الخطيرة التي تسبب الخلل في حفظ الأعراض من انتشر بين الناس وكثر في هذا الزمان بين المسلمين من أسف من التواصل بين الرجال والنساء، الأجنبيات بحجة التعارف من أجل الزواج وبحجة الحب الشريف العفيف، زعموا مما يوقع في كثير من المصائب العظمى. فكم من امرأة انتهك عرضها بسبب هذا الأمر. Yuk jadi bagian dari dakwah Najiyah TV. Dukung operasional dan sewa satelit Najiyah TV. Raih keberkahan dan pahala amal jariah yang terus mengalir tiada henti.